في الواقع محمود، نحن كنا في مقابلة على الحدث أجريناها في مراسلة سابقة بثت مباشرة مع الحاكم العسكري لليفيف ومنطقتها، الحاكم العسكري الإداري الإقليمي ماكسيم كوزيتكي، وقال لنا خلال هذه المداخلة إنه يناشد الدول الحليفة والشريكة والصديقة مساعدة لفيف على مواجهة الواقع الحالي فيها وعلى مساعدة أوكرانيا، معربا عن إصرار المدينة والبلد عموما أوكرانيا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. أعود إلى سؤالك، نحن تجولنا خلال الأيام الماضية على عدة مراكز لاستقبال اللاجئين هنا، كنا داخل مسارح حولت على عجل إلى مراكز استقبال داخل منشآت رياضية، قمنا على بجولة حول مستشفى يافوريف حيث استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قبل يومين بالقصف الروسي الذي أوقع 35 قتيلاً و134 جريحاً. تجولنا أيضاً على محطة القطار حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين. ولكن لأجيب على سؤالك محمود، هذه المدينة نتحدث عنها قليلاً، هي مدينة تعتبر عاصمة الغرب الأوكراني، كبرى مدن الغرب الأوكراني لفيف، مدينة عمرها 800 عام. نحن هنا في ساحة الحرية في هذه المدينة، عمرها 8 قرون، كانت جزءاً من مملكة بولندا. لفيف لها خصوصية تاريخية وثقافية ودينية، هي من أشد المتحمسين من بين المدن الأوكرانية للانضمام إلى الحلف الأطلسي، أولاً لأنها كانت جزءاً فيما مضى من مملكة بولندا، وبالتالي فأن العلاقة مع روسيا لا تعني سكانها كثيراً، ثم أن ديانة أبناء لفيف هي الديانة الكاثوليكية خلافاً للغالبية الأوكرانية التي تنتمي كروسيا للديانة الأرثوذكسية. إذن لفيف تعتبر من بين الأقلية الكاثوليكية في أوكرانيا، والغالبية هنا من الأرثوذكس. هذا ما يفسر جزئياً عدم حماس لفيف لأي علاقة مع روسيا والعداء الكبير حيال روسيا مقابل حماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. هذا بعض من الصورة هنا في لفيف. تبدو الحياة في الظاهر طبيعية تبدو، ولكن عند محيط عند مشارف لفيف حواجز للجان المحلية، وهي ميليشيات تنتشر حول لفيف لحمايتها في حال تمددت العمليات الروسية إلى هنا. الصورة أوضحت حسين، وهي تمر التماثيل، وهي مدينة التماثيل الجميلة. إلى أي حد برى سكان هذه المدينة لحماية تماثيلها، وهي المدينة التاريخية العريقة وكلها تماثيل يونانية، هكذا نقرأ أو من بعيد، يعني أنت أقرب منا من الصورة توضح لنا الأمر يعني. نعم، نحن هنا في ساحة الحرية. نعم. وطبعا التماثيل هنا كثيرة، وقد لف بعضها بأغطية كي لا تطالها العمليات العسكرية إذا تمددت إلى هنا في ساحة الحرية. هنا قبل قليل كان هناك تجمع لأوركسترا سيمفونية تحت شعار فري سكاي، أي السماء الحرة، بمعنى حماية سماء أوكرانيا من الحرب. كان هناك عدد كبير من الموسيقيين وجمهور من لفيف ومن خارجها، جاءوا من مدن أوكرانية أخرى ومن دول أخرى مجاورة لأوكرانيا أيضا. لو سمحت لي أيضا بإشارة أخيرة إلى تطورين سياسي وأمني. رؤساء وزراء كل من بولندا وسلوفينيا وتشيكيا قاموا بزيارة كييف، ثم عادوا إلى الحدود البولندية وقاموا بالاتصال بشارل ميشيل رئيس مجلس أوروبا ليضعوه في صورة ما شاهدوه في أوكرانيا. وإشارة إلى خبر أمني ورد قبل قليل، وهو أن مدينة زابوريتشا في جنوب أوكرانيا استهدفت محطة القطارات فيها بقصف كاد يوقع ضحايا في صفوف المدنيين اللاجئين، لكنهم نجوا بعجوبة. هذه المدينة المستهدفة مجاورة لماريوبول في الجنوب الأوكراني محمود. يعني الصورة حسين نشكرك عليها ونشكر المصور، لأنها صورة معبرة جدا في لفيف. رغم سخونة هذه الحرب ما زالت هناك أصوات للموسيقى وبعض الحياة التي تبدو طبيعية. حسين فياض قنيبر من لفيف، شكرا جزيلا لك حسين.